من الفرق اللي عندها جماهير كبيرة جدا في تنزانيا، هل في أي من الجماهير جت برفقة الفرقة من تنزانيا ولا لا؟ To be honest, لأكون صادقا، the best part of Tanzania that promotes football is the president of the country. أفضل من يشجع كرة القدم في تنزانيا هو رئيس البلاد. She is everything behind the success of the football in the country. الشخص الذي خلف كل نجاحات الكرة التنزانية. هي قد استطاعت أن تخلق تفهم جيد لكرة القدم، وهذا ما حفز المنتخب الوطني في البطولات الماضية. هي من تكون دائما خلفنا وتدعمنا، نحن فخورون بها حينما يأتي الحديث عن تطور كرة القدم، ومن خلالها استطعنا أن نتأهل لأمم أفريقيا منذ عدة أشهر، وأيضا استطعنا أن نفوز بتنظيم البطولة بعد ذلك في 2027. فبالتالي نحن فخورون بأن لدينا رئيسة تتفهم متطلباتنا وأكبر داعمة لكرة القدم في بلدنا، وأيضا بالنسبة لنادينا. حينما يأتي الحديث عن البطولات الأفريقية، لا تستطيع أن تجد أي رئيس لديها هذا الدعم للأندية في بلدها. هي المشجع الأكبر ومن وراء هذه النجاحات في تنزانيا.